يومكم سعيد، كله أبيض وكله زي الفل وكله صحة وخير وبركة وصباح الفل يا مفيد. يا صباح الفل عليك يا سوير، صباح الفل على كل الزملكاوية اللي بيتفرجوا علينا. ألف مبروك ماتش امبارح، لعبتوا حلو، استحقيتوا الفوز، وعشان كده اسمحوا لي النهارده ان انا لابسه ابيض. تحيه مني لكل الزملكاويه اللي بتتفرجوا علينا. شكرا، وصباح زملكاوي جميل وشريف ويوم جميل ان شاء الله. الزمالك والفوز المستحق بالبطوله بنتيجه واداء وتركيز وتكتيك وتجهيز نفسي وذهني وكل حاجه، ورغم 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 زمالك البطل. هارد لك للنادي الاهلي. الخساره وان كانت مستحقه وطبيعيه لسيناريو الماتش، لكن اكيد طول ما الاهلي قوي فالزمالك يبقى قوي، وطول ما الزمالك قوي فالاهلي قوي. ما ينفعش قوه تبقى قدامها حاجه ضعيفه، فلازم احنا طول الوقت ندعم قوه اكبر قوتين عندنا في الوطن العربي، مش في مصر بس. لكن مباراه امبارح كانت فرصه كمان لاثبات فرصه العمر لثلاثه لعيبه زي حسام عبد المجيد وناصر منسي ومحمد عواد. اللعيبه دي خدت انتقادات كتيره جدا خلال الفتره الاخيره، لكن امبارح كانوا ابطال، وخاصه عواد اللي هو قاعد على دكة الاحتياطي طول الوقت، وبالصدفة بقى هو الحارس الأساسي. ومن الإنصاف إن احنا نقول له يا رب إن شاء الله تفضل على هذا المستوى وأحسن وأكتر، لأن كل ده استفادة للمنتخب المصري. زيزو كان نجم المباراة، زيزو أحسن لاعب في المباراة، زيزو كان بيتحرك في الدفاع في اليمين وفي الشمال وفي الوسط وفي الأطراف في اليمين وفي الشمال، كان بيقتل نفسه علشان زي ما قاله شيكابالا اللي هو كان قائد طول الوقت وفي كل المراحل. شيكابالا قائد قال له لازم يشوفوك انت نجم الفريق، كل الفريق يشوفك انت بتقدم، يعني بتاكل الارض وبتعملوا كل حاجه علشان هم يعملوا زيك، وهو ده اللي عمله، وهو ده زمالك. الشوط الثاني كان شكل تاني، وعشان كده كان الفوز من نصيب الزمالك. الاهلي في الماتش ده، انا ما اتفرجتش على الماتش، ولكن سمعت انتقادات وكتير من الناس الاهلاويه المخضرمين وهما بيكلموا على اداء الفريق ده. نادي الاهلي نادي عريق، اهلاويه حتى النخاع، فمش معنى كلامي ان انا بنتقد او ان انا، لكن انا اعتقد ان سبب خساره نادي الاهلي قدام نادي الزمالك امبارح الثقه العمياء قبل نزولهم الملعب في ان هم هيكسبوا نادي الزمالك. ودايما دايما انا بعتقد ان اول قانون بنتعلمه في عالم الرياضه ان انا ما اقللش من الخصم اللي قدامي، حتى ولو الخصم اللي قدامي انا غلبته قبل كده كذا مره. ممكن الخصم ده في اللحظه دي في الوقت ده في اليوم ده يبقى متجهز، وده فعلا اللي حصل. الزمالك كان مجهز من ناحيه نفسيه، من ناحيه اللياقه، من ناحيه الصفاء الذهني، كان في هارموني بينه وبين اللعيبه، بينهم وبين بعض. الاهلي ما كانش جاهز، الاهلي كان الغرور واخده شويه، فده درس نتعلم ان مهما كانت الماتش او مهما كان الماتش وثقتك في ان انت مش ما فيش حد في الدنيا هيقدر ياخد مني الماتش ده، اهو اتاخد منك الماتش يا جميل. لا، هو خليكوا دايما حريصين على ان احنا دايما ندي حق الحق المهم للخصم اللي قدامنا، بلاش نقلل من الخصم اللي قدامنا. والرسالة التانية من الماتش ده ان انت ما تستسلمش، ان انت ما تخافش، ان انت تبذل كل ما عندك بكل ما اوتيت من قوة. ليه؟ لان الاعلام الرياضي كان في حد بيقول هو الزمالك مسافر ليه؟ الاعلام الرياضي كان طول الوقت بيشكك في ان الزمالك مع الرقفة هيتغلب 3 أو 4 مع الرقفة. الحاجات دي اللي حصل في ضربات الجزاء، بس هم اتعادلوا والاهلي جاب جون من ضربه جزاء والزمالك جاب جون عادي. لكن الفكره والجون ده جابه ناصر منسي، كان هايل، وعمر جابر الاسيست بتاع عمر جابر كان رائع. لكن هي الفكره في ايه؟ الفكره ان شيكابالا جهز
كل الحاجات اللي اتقالت واللي وصفت الزمالك اللي هو يعني ايه، يعني كأن الاهلي رايح يلاعب فريق درجه ثانيه، يعني القصه محسومه والزمالك ده ملوش اي ذكر اصلا عشان نعمل له وزن ولا نعمل له اي شيء. فجمع لهم كل الحاجات وقال لهم بصوا هم شايفينكم، شوفوا بقى الجماهير اللي جايه لكم قد ايه، وشوفوا بيعملوا ايه، وشوفوا انتوا لازم تثبتوا للناس دي. عشان كده زيزو قال بعد الماتش انا بشكر الناس اللي شككوا في فريق الزمالك، بشكرهم جدا لان هم اللي ادونا الدفعه المعنويه. الزمالك كان بيتعامل بلا استسلام، ودي حاجه مهمه جدا للناس كلها على كل المستويات، مهما كان الخصم او مهما كان الظرف انت شايف انه اقوى منك او كل الدنيا بتقولك انت اقوى منك، لازم تثق في نفسك وفي ربنا، بتستعمل كل المجهود اللي عليك وزياده. طبعا مكافاه خاصه لنادي الزمالك 1.5 مليون دولار، اكيد هيعملوا حاجه مهمه جدا ان الزمالك عليه ديون كتيرة. دي مكافأة خاصة غير فلوس أو مكافأة السوبر نفسه. الزمالك حقق بطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي على حساب الأهلي السنة دي، رغم أنه مش في أحسن حالاته. ألف مبروك للجماهير الزملكاوية وكل الأندية المصرية، أكيد إحنا نفسنا أن هم يكونوا في مستوى رائع عشان المنافسة تبقى قوية وعلشان المنتخب القومي المصري. بكاء طفل زملكاوي من اللقطات المهمة جدا اللي كانت في المدرجات. التصوير عالمي، الإخراج عالمي، شيء من وراء الخيال ازاي هم كانوا بيجيبوا اللقطات دي مش طبيعية. في لقطات كتيرة جدا لكن يمكن اللقطة دي لأنها إنسانية رصدها كتير من رواد السوشيال ميديا في احتفالات جمهور الزمالك. الولد بيعيط لما الزمالك جاب الجون مش لما جه فينا جون، وبعدين عيط أثناء ضربات الجزاء وعدسة الكاميرات فضلت معاه هو في المدرجات. هو كان بقى بيعيط في الآخر بينادي على زيزو وعايز التيشيرت بتاع زيزو. الحاجة اللطيفة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إنه شاف الفيديو ده وعمل لقطة جميلة جدا، قال له دموعك غالية علينا، وقال له أنا هجيب لك هدية قيمة، أنا هجيب لك تيشيرت ممضي من كل لعيبة الزمالك، يعني من كل فريق الزمالك هيبقوا ماضيين على التيشيرت ده، وقال له دموعك غالية علينا. في أطفال كتير شفناهم امبارح، وفي زملكاوية كتير ظهروا امبارح. أنا اكتشفت امبارح الفيسبوك كله زملكاوية، بس غالبا هم يعني بيتواروا في مناسبات كتير. لا والله انا مش القصه يعني انا فرحت جدا، كم الاصدقاء اللي عندي على الفيسبوك هم مبسوطين جدا من الزملكاويه، واكتر حاجه عجبتني ان مفيش تجاوزات شويه على الفيسبوك زي الاول. لا الاهلي الاهلاويه كانوا زعلانين بس كانوا عارفين، يعني كانوا فاهمين اهو ده الزملكاوي، الولد الزملكاوي اللي كان بيعيط شوفوا قاعدين ده يعني بيشاور عشان يشوفوا، هو نفسه زيزو يشوفوا اهلي، هو متوقع ان زيزو يسمعه وهو في اخر الدنيا. الف مبروك لنادي الزمالك والف مبروك للزملكاويه، بتستحقوا النصر والكاس. الشخصيات الاهلاويه الموضوعيه كانوا فعلا بيهنوا الزمالك. في لقطه بقى عملوها لعيبه الاهلي، واضح ان هم كانوا مخططين والقصه محسومه لصالحهم ان هم هيفوزوا، فبعد ضربات الجزاء بيعملوا كده، فواضح ان دي خطه اللي هم خلاص روحوا ناموا بقى تصبحوا على خير، احنا خدنا البطوله. فاتكررت مرتين من لعيبه الاهلي، وده كان تحفيل يمكن جمهور الاهلي على دي اللقطه. هو يا مفيده بصي رامي ربيعه و وماله، بصي احنا لغايه ما هم عملوا كده ما اعتقدش ان دي حاجه مخله او حاجه، لا بالعكس مش حلوه، هو متفق عليه زي ما احنا برضه ان هم لما هيكسبوا هيعملوا ده بس هم استعجلوا شويه، او ممكن نقول ان هم ما حققوش اللي هم كانوا بيعملوه. الثقه الزايده والاستهتار بالخصم والحماس. Don't underestimate your enemy. ما لا يعني ما تقللش من عدوك او من المنافس بتاعك، خليك ده يبقى مش يعني ده هو ده المثل هو بيتقال كده، لكن احنا بناخدها كمنافس كحد زيك في نفس الكارير. دايما بص ان انت
لازم تهتم وانت نازل اي حاجه منها، حتى لو مباراه ما بين الاهلي والزمالك. كل الامنيات الطيبه لقطبي الكره العربيه مش المصريه بس، القمه المصريه ملهاش زي في اي بلد عربي. قمرين مصريين بنتمنى لهم دايما دوام التوفيق والقوه والمنافسه بقوه.